السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة طلبات تانية ثانوي. معكم ميسيو محمد شعبان، وأنت على قناة فرنساوي الثانوي مع ميسيو محمد شعبان. لو أنت أول مرة تشوف القناة أنصحك تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. ولو أنت أول مرة تشوف القناة ممكن تخش على قوائم التشغيل، هتلاقي في قائمة اسمها تانية ثانوي 2023، هتلاقي فيها الفيديوهات بالترتيب ورا بعضها، من أول شرح الكلمات أو قراءة الكلمات، وبعد كده شرح القواعد، وبعد كده المواقف، وبعد كده حل التمارين والامتحانات. هتلاقي الفيديوهات كده بالترتيب ورا بعضها، عشان لو انت فايتك اي درس هتلاقيه موجود في قائمة التشغيل. ما تقلقش، كل حاجة موجودة ان شاء الله. النهاردة بقى معادنا يا شباب، معادنا مع الدرس الثاني من الوحدة الاولى. في الفيديو ده يا شباب هنقرأ الكلمات بتاع الدرس عشان تحفظها، والفيديو القادم ان شاء الله هيكون عن شرح القواعد. قبل ما نخش على قراءة الكلمات يا شباب، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشيروا كل اصحابكم عشان الكل يستفيد، وعشان نستمر معاكم ان شاء الله. ونصلي على الحبيب ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الدرس الثاني يا شباب، ليسون دو، يعني الدرس الثاني عنوانه انديكي ان ايتينيغير، يعني نبين او نوضح خط سير. خط سير حد يعني عايز يمشي يروح مكان معين، حضرتك هتقول له ازاي يروح المكان ده، هتوصف له خط السير. هناخد الكلمات النهارده. كلمة خريطة، ان بلون، ان بلون خريطة، انطلاق او خط البداية، ان ديبار، ديبار متسابق او عداء، ان كوغير، كوغير كوبري، ان بون، بون ضوضاء، ان بغوي، بغوي وجبة، غبا، غبا دواء، ميديكامون، ميديكامون قطار، ان تيران، ان تيران شارع واسع محاط بأشجار، ان بوليفار، بوليفار، بوليفار طريق، ان شيما، ان شيما إشارة مرور، ان فو دي سينياليزاسيون، ان فو دو سينياليزاسيون أحد المرة، ان باسون، ان باسون ميناء، ان بور، ان بور الخبز، لوبان، لوبان خط السير، اتينيغير، اتينيغير عمارة، ايميبل، ايميبل ان ايميبل كلمة مذكر خلي بالك. بعد كده الكلمات المؤنثة، سباق، ان كورس، ان كورس وصول، ان اريفي، اريفي بنك، بنك، بنك كارثة، ان كاتاستروف، كاتاستروف شارع عريض واسع، ان افينو، افينو نزهة، ان بروميناد، بروميناد جامعة، ان يونيفرسيتي، ان يونيفرسيتي مناقشة، ان ديسكوسيون، ديسكوسيون موقع او مكان، ان بوزيسيون، بوزيسيون محطة المترو، ان ستاسيون دو مترو، ستاسيون دو مترو مشروب، ان بواسون، بواسون الافعال يا شباب. اول فيرب عندي فيرب يستمر او يواصل، كونتينيوي، كونتينيوي يستخدم، اوتيليزي، اوتيليزي يشارك في، بارتيسيبي ا، بارتيسيبي ا يمر او يقضي، باسي، باسي يسقط او يقع، تومبي، تومبي يحدد موقع، سيتوي، سيتوي ينصح، كونسيي، كونسيي يقترح، بغوبزي، بغوبزي يشتري، اشتي، اشتي يبحث عن، شيرشي، شيرشي يتجاوز او يتخطى، دوبلي، دوبلي او ديباسي، ديباسي يعرف، كونيتر، كونيتر ياتي، فينير، فينير يوضح او يبين او يشير الى، انديكي، انديكي يتوقف، ساغيتي، ساغيتي يتوقف فعل ذو ضميرين، يقع او يجد، سو تروفي، سو تروفي يتنزه، سو برومونيه، سو برومونيه يتنزه او يتفسح يعني. بعد كده يا شباب المربع الاخير عندنا في الدرس ده، في البداية او ديبو، او ديبو كل، شك، شك
طوالي طوالي يعني امشي على طول. لما يجي يوصف لحد طريق ونقول له امشي على طول او امشي طوالي، هنقول له تو دغوا، تو دغوا، حتى او لغاية، جيسكا جيسك اه، اثناء او خلال، بوندون بوندون، بعد ابغي ابغي، الاخير دغنيي دغنيي، مفتوح اوفير اوفير. طبعا لو قلنا صفة مؤنث هنقول اوفيرت، صعب ديفيسيل ديفيسيل، سهل فاسيل فاسيل، هناك لا لا، يتخطى او يتجاوز، باسي ديفون باسي ديفون، يتبادل الادوار، انفرسي لي رول انفرسي لي رول، ينتبه، فير اتانسيون فير اتانسيون. بكده يا شباب نكون خلصنا الحمد لله كلمات الدرس الثاني من الوحدة الأولى. لو انتوا يا شباب استفدتوا من الفيديو ضعوا لايك للفيديو وشيروا لكل أصحابكم عشان الكل يستفيد، وإن شاء الله الفيديو القادم هيكون عن شرح القواعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.